سمعت عن الولادة في الفضاء قبل كده؟ ولادة في الفضاء ده حاجة غريبة. جميل الحته دي والله فعلا. لا بس اكيد هتبقى حلوه. لا ما سمعتش فيه للاسف. في سيده امريكيه قررت انها تولد في الفضاء، انت رايك في الموضوع ده؟ لا ده خيال علمي، احنا عم نقدر نولد في مستشفى حكومي لما نولد في الفضاء. طب هم يعرفوا يولدوا هنا الاول؟ والله هم الناس ذات عندهم امكانيات يعملوا اي حاجه. والله الامريكان يعملوا اللي يعملوه، يولدوا في الفضاء، يولدوا في الخيال تحت في الارض سبع ارض، دول بيعملوا اي حاجه يعني. والله يا براحتها يعني، بس على حسابها ولا على حساب مين يعني تفرق؟ اه لانها في الفضاء فوق، الملائكة هم اللي هيقوموا بالواجب وزيادة. قرر يولد في الفضاء، والله دي حرية أساسا، بس ما اعتقدش ان واحد هيسيب الأرض ويفضل يولد في الفضاء يعني. أودي الفضاء عشان ما تنزلش تاني. لا وليه طيب؟ في التراوي القدر خدنا برد طيب، العيال عيت يعني ينفع. الولادة في الفضاء من المتع للوحدة الست، متعة تانية مش هتحس بيها لما تطلع فوق تولد، هتنزل بعد كده تقول خلاص انا عن نفسي مش هولد الا فوق. ولاده في الفضاء ايه الهدف منها؟ طيب ان يبقى ابنك حامل الجنسيه الفضائيه. لو طلع ولد سميه نجم بقى، اه وطلع بنت سميها قمر. خلاص ممكن اسميه نجم بقى، ما طالما اتولد في الفضاء ممكن اسميها جنه. سمي ابني طيار، اسميه العبور برا رجعه. بوابه الفضاء الخارجيه.